While I was inside Alib, I was accused of being a liar. How could I have internet connection while I was besieged? Of course, the internet helped the Syrians a lot to let their voice out. Without internet connection, Syrians would be eliminated, would be killed without being heard of. Today, we are going to know how those people in the liberated areas managed to have internet. الانترنت يعني هو له دور فعال كثير بالمجتمع، يعني بدون انترنت طبعا صرنا ما نحسن نعيش دقيقه واحده يعني قولا واحدا. الانترنت اول يعني نحكي، خلينا نبدا من البدايه، كيف وصلنا للانترنت؟ الانترنت الفضائي اول ما بلشنا ببدايه الثوره كنا نشتغل على خط 3G. بخط 3G التليفون السوري، خط 3G يعني معروف شو هو خط 3G. نشتغل عن طريقه نرفع نبث مظاهرات، نبث الاحداث اللي تصير معنا، مجريات النظام، الاجرام النظام اللي كان يساويه بالشعب بحق الشعب. من ثم تطور الامر الى الانترنت الفضائي. الانترنت الفضائي هو جهاز ثوي، عباره عن جهاز ثوي، انترنت فضائي، صحن وابره والى اخره، يعني معروف هو كمان شو هو جهاز الانترنت. فهذا الانترنت اشتريناه من اسواق تركيه، طبعا تركيا كان لها دور فعال في هذا الشيء. فاشترينا عن طريق تركيا. قدرنا ندخله للمناطق المحررة وكان له كمان دور فعال. فعند فعلنا يعني شيء، لقينا شيء غريب صار عنا، يعني شيء رائع. يعني الانترنت طبعا كان له تأثير كبير في مناطقنا، خاصة يعني بالعمل بالحراك الثوري أو الحراك الثوري بالإجرام النظام بالمظاهرات السلمية بكل بجميع الأمور يعني الثورية. هلا بيتم بسهم تركيا عن طريق مثلا اجهزه الكترونيه مثلا 5X. كل ما كان جهاز شلون بدي اقول لك متطور اكثر، كل ما صار في دقه بموضوع النت. اغلب بس عن طريق صحون 5X بيتم بسها من تركيا. هنيك بتعرف كهرباء، ما في شيء اسمه انقطاع كهرباء، فهنيك بيتم بسها من بريد انه عن طريق الكهرباء النظاميه. نحن بتجي بنستقبلها بالشمال السوري بالمناطق العاليه. ليش مناطق عالية؟ مشان نقدر نبسع، يعني بدنا مناطق عالية مشان نقدر نبسع عن باقي الضياع. يعني المناطق العالية مطلة على كل الضياع، فبنقدر نبسع عن طريق حلب. كنا نحن بيسين لحلب قبل ما النظام ياخذها، كنا عايطين لحلب. حتى لما كانت مدينة حلب محاصرة كنتوا تقدروا تبثوا انترنت لداخل مدينة حلب؟ ايه كان في بس انترنت لداخل مدينة حلب لكل المناطق حلب المحررة. هلا هالكبير رايحات للأجهزة، مثلا الجهاز المستقبل من المنطقة العالية وباقي الأجهزة اللي ناشرة على الضيعة، النواشر يعني. ايوه النواشر اللي حيطة في الضيعة، حيطة في الطرف المقابل. النواشر هذول، النواشر اللي عم تحكي عليهم قد بيعطوا مسافة؟ هلا النواشر، هلا الناشر هو بيعطي مسافه بدنا نقول 300 500 متر، اكثر من هيك الناشر ما بيعطي. In 1982, Assad the father killed more than 100,000 of Syrians and no one had a movement toward this crime. We said it might because no one knows anything about that massacre. But now all these crimes happened under the ears and eyes of the world. Nevertheless, no movement towards these crimes. It seems that we are watching the end of the humanity in this world. Abdulkafi Hamdo, Qasiyun News.